وأصحابه وسلم، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إد بعد وينام إد وين بكالور بوري سال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن كت وينام توين بوصلات لغبلا يرسبا نب ذكرم لب صحاب سي لند وند هم بور من مالارين أن تلن تلن تال كيوم داري يين لغر بوري نين دايما تلفزيون أني راديو الهدى كلا عدبا لاجت بفانجل سلم أن كت وينام توين تلغلا يرسدو لوينام باسد البركة كيرونا اللي بام تابا راديو اني تلفزيون الهدى انتن رمزو تورني سوسا نينغا هي فادا زولي سا ويلسكو واليس لون شيري هن سغلي لير كاسا ماشيك عبد الملك احمد كانزي بامان كونتي يام سوس غالي غسكو تورني زولي سنينغا يام هن سيغدي افاد بوغين ما افاد بوي بوغين ما افاد ناي توتون تورن تيغمي ام بوي وين نام دينا سنغان عطوتو بوغا ترونا يا سوسوح نام باسي كوابغا لبي سوبي توري تربكي يبو نانكو سامتي كاسا ماريك بوزغو ام بوسي اما كالغد بفاقي اللي تروكي سوسغ بو الحمد لله المتصرف في الملك والملكوت الباقي الذي لا يفنى ولا يموت القائل في محكم تنزيله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ثم الصلاة والسلام على السراج المنير معلم الإنسانية وهادي البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، أهيئكم تحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لنرفع وندي وينام لا نام سابا نام جيل فان جيل لي تيكون كون وينام تتارا نام بانغا نتوم نبون نان تزوا هندات بومنينغا رين نا كان بالن كيلن كاباكي مبيبي بون وكار فان جيل لي تلامي كم تي ساب ليغا مي نزان نابا كومي لب ليغا مي نزان نابا دين نابا يتا القران وغ الله بوغا تانين وينام نان ساسي بومنين فان جيل مبيتين غونزغو ba mo na man ndik dumbu mo ning fajili sembe tengong zu faru la dum bi fajil ba so na yon nam tor al ki om dare ta boy na hinjin dunun tumbu mo ninga le poro ko so pos ko la ti la re kon nabiyama nabiyam ning won sen tum taw duni wa ya vien wa ya limiere wa ya karsa ma wa ya kanada ila muhammad sallallahu alaihi wasallam den de pore dik da poso ne emission yure pour nim ni sembe ton ki la pourra ma be boy ton ge so pourra television al huda ekran zu ne radio al huda antenne zu ko ton nam ton ne kelim pa hanyi nyere ton won sakar pourin won mpu yon ko ton met ya bab kan ton men am pouim ti tayamba won sakar pour inna singa ne pipi sokore hembe nuge re ham postaba lor pore tisokanga soba ayela me para man kalam لا بقى كارم لور بوريا هم بسافري كدبا يا مين سيدا بحنا بابا لا ما لا بس أكون بقولي أتابو لا أرزكا لا بقى بس يفادو تفاسوك دان نانجسي ندفع جلي هي فاري كدبا بوعي أهن تيم بامبوم نينغ توتو وين نام سومبي يوم كوين أيتا وانا رن سكرا لو توني نشكركم على حسن متابعتكم ونبدأ بالسؤال الأول. السائل يسأل: توفيت امرأة عن زوج وأم وأب وثلاث بنات وترك مصالح، فالسؤال كالآتي: فكيف يتم تقسيم تركتها؟ قل الحمد لله رب العالمين، قلتم بأن المتوفى تركت زوجا وأما وأبا وثلاث بنات، فهنا نقول بأن الزوج يرث الربع
بمعنى واحد من أربعة. لماذا يرث الزوج ربع مال زوجته؟ لأن الزوجة تركت بنا أولادا. وكذلك أيضا كل من الأب والأم يرث السدس، بمعنى أن الأب يرث السدس وكذلك أيضا الأم أيضا ترث السدس. لماذا يرث كل من هؤلاء أو من هذين السدس؟ لأن المتوفى تركت أولادا. أما البنات الثلاثة فهن يرثن الثلثين، يرثن أي شيء الثلثين بمعنى اثنين من ثلاثة. فهنا نقول بأن المسألة ستقسم مبدئيا على اثنا عشر، بمعنى سنقسم ما تركه المتوفى على اثنا عشر. قلنا بأن لزوج ربع، بمعنى ربع اثنا عشر ثلاثة. وكل من الأب والأم له السدس، وسدس اثنا عشر اثنين، بمعنى أن الأب يرث اثنين وكذلك أيضا الأم أيضا ترث اثنين. والبنات يرثن الثلثين، بمعنى ثلثي اثنا عشر أن يقسم اثنا عشر على ثلاثة يساوي أربعة، ويضرب على في اثنين يكون ثمانية. إذن البنات يرثن ثمانية ويقسمنه فيما بينهن بالتساوي. والأب يرث اثنين، بمعنى اثنين وثمانية زائد ثمانية عشر. وكذلك أيضا الأم أيضا ترث اثنين بمعنى يساوي اثنا عشر. والزوج يرث ثلاثة بمعنى خمسة عشر. ونحن قسمنا المال على اثنا عشر، فنجد هنا بأن هناك علم آخر أو عنوان آخر أو باب آخر دخل في هذا السؤال، وهو ما يسمى بالأول. واثنا عشر أيضا يؤول إلى خمسة عشر. إذن سنقوم بالأول. معنى الأول أننا سنعيد ونقسم المال على خمسة عشر، ثم نؤتي الأب ثلاثة من نؤتي الأب ثلاثة من خمسة عشر، وكذلك كل من الأم نؤتي للزوج ثلاثة من اثنا عشر. وبعد ذلك نؤتي كل من الأب والأم اثنين اثنين من خمسة عشر، وكذلك البنات ثلاثة ثمانية من خمسة عشر، ويقسمنه فيما بينهن بالتساوي. لن يا مسوكا تسوك دا يلم ند مان كال لكيد مان كال ما بس اسيدا يا بارلا مان كال ما لا بس ما لا بس با لا بس كومبولي تا كومبولي تا لمي كم تكيد بس ارجكا تسوك را سوك رنجي جهان نام بوي بوي تا وان وانا la tuna yetin nan din singa ni sire sida mun ti rawa sira li kada pa arzaka e nas pour un puire yi bola han dik nas pour un puire wa ade ki da han ba kam no par san kem ba sa sila tara kam ba puita par arzaji sa na sa nyaka yon kwa sida no amma wone ba wa ne fa li kada yo pour un puire yi mri abiga han ka abi pula han kem ba sa e bulam ndika di opo ye mriem la woni dem ti ki da basakam no ma haki da kompugle taba obrik da arze kasan nan pujin sa ta poin puire yi den la ju ligda roso ju ma ha awuna ton ti ton nan puire ligda ji pile yi bu wa bu min ni hin sirda ti pile yi ba men karam ba han mimi mim ti arba woni sito bona yin na ti tawafu kai ligda yemne wona ye pusu ko wona ye gilli ti yibe handi ko ne yoba pile yibu yoba en pusu ko ya taba handi ko ne nasa pile yibu ren tun ba ti ru so jugo ma ha tun na nya ka bon e pile yibe han nan pu jin sa nase ya tabu ko ki de sida pile yiba yobi yemne pile yibe le ba bon jute yibu te ba wali ki yibu te ma wali ki yibu
لين بيلا يبي ما هن عندك مبوزين ساتابو يا ناه ناه ناسي تبتيك إلى مو تبتيك سيجيبو موتي سلوسينا تيني ني كمبولو عندك اليوم بيتاب تيجي مستاب دون دون أنا عندي كمبولو ليك زوتني تي باو ليك زوتي يب تي بيلا تي ما ليك زوتي يب تي بيلا يبو تي سيدا ليك زوتا تابو تي بيلا تابو دين هامي كمها ti ka ma ton na su kar me ngi her ma na wana den bangra tum bebe ni to bonti awli tum no bebe na mala teme ka wala putan tuduye ya tum na me sore ya woto ni ren pile yibu atara wakati chingir pile no den ton na le bon pile ligre ji pile no ke be nyen ji za ta juta ta bon ko sida ki nyen juta yibu ko bawa ti anu nyen juta yibu ko bawa ti ayopwe ndik juta wana aniwa ko ko pulu wa ti apilenu den ya yon la woto la pwita wallahu a'lam yel kabe er pus dar karasama barku sugo ne venema absent kondo yi wa sokanga point la banginga halle pasbe ya aula tibala farik de bafagili ner farik rayati le sekanga an kasomli ran mal sakin da woto wennam sakar pore tener fa pame a han somon pame ya woto ne lannan kin tore ne sokoro hampa da ayyibin suba tisakan asaba william tiro man kalam la basa farik da ya paaba anasi hampa ne kumdi bile ani la kumpule anasi la fangili ya matoto ya ratu wiliti ya paaba nasa ma e kama e la kumdi bile wani kumpule hanata ba hanta bompila ayyiba la abasa fado ti azarse la son basan a sonor me hinta nanse ti farik da bayete bam kelen zem sataba ti parba son ya nasa ti zarsa me ya nasa parfa gilli anandi kazaka yemre nyina ne kamba sore ti bam yolan sokodo moha han ya lislong digana arpo bam hu umtaba la biyad bumini nganda tantu motonoa lihlongwa azim hadambi beyin soda lihlonga ganara ran sokra lawtoni nuwasilu bisual tal yasailu yasal tufiya rajulun an arba iban zawjat wa thamaniyata abna wa arba ibanat min ummahatin mutafarriqa wa taraka arba'a masakin فاتفقنا نحن الورثة أن نقدم لكل أم وأولادها منزلا خاصا لهم والسؤال كالآتي فهل هذا اتفاق جائز سرعا؟ الحمد لله رب العالمين فالإجابة على هذا السؤال نقول بأن هذا الاتفاق لا يتمشى مع الشرع والسبب كالآتي السبب الأول أن المساكن أو المنازل لا تكون على قيمة واحدة قد نجد هناك مسكن قيمته 40 مليون وقد نجد أحيانا حتى مسكن آخر قيمته 100 مليون ونجد مسكن آخر قيمته مثلا يكون 20 مليون فهو نقول هذا المبدأ قد يكون هناك نوع من الظلم أي بدون قصد أو بقصد كذلك بمعنى قد يتم الظلم على بعض أيسي الزوجات فلذلك نقول أولا بأن هذا المبدأ غير جائز لماذا؟ لأن أولا الميراث يتكلم عن القيمة وقيمة المنازل لا تكون متساوية أما السبب الثاني أيضا هو أن الميراث لا ينظر الورثة حسب أمهاتهم أي انتمائهم إلى أمهاتهم بل يرون أنهم اتفقوا في أب وما دام الأب هو الذي توفي فكل ينتمي إلى أبيه أو ينتسب إلى أبيه فلذلك في الميراث لا نريد أن نعرف
أن هذا هؤلاء الأبناء من هذه المرأة أو من غيرها أو هؤلاء البنات من تلك المرأة أو من غيرها، بل نقول فقط بأن المتوفى ترك أبناء ثمانية وكذلك 10 أيسي بنات، وبعد ذلك يتم عملية أيسي التقسيم، فيقال بأن المتوفى ترك 4 أيسي زوجات وثمانية أبناء وأربع بنات. إذن وبهذا الآن سننظر بمعنى سنأخذ قيمة هذه المنازل أو المساكن ونجمعها ثم أولا نقسمها على ثمانية فتأخذ كل الزوجات الأربعة واحد من ثمانية والباقي يكون للأبناء ثمانية والبنات أربعة لذكري مثل هذه الأنثيين. ثم بعد ذلك نجمع نصيب الأبناء والبنات من أم واحد، بما نصيب كل زوجة مع أيسي مع أولادها. فننظر إذا كان ما حصلوا عليه يصل قيمة المنزل فلهم الحق أن يأخذوا هذا المنزل. وكذلك أيضا إذا وجدنا بأن ما يجدونه أكثر من منزل فلهم الحق في المنزل، ثم بعد ذلك يضاف إليهم مبلغا أيسي آخر. فباعتبار بأن المساكن ليسوا على نفس المستوى أو القيمة، وكذلك أيضا عدد البنات أو الأولاد تختلف من أم أو من زوجة إلى أخرى، فلذلك نقول بأن هذا لا يمكن. والطريقة السليمة هو أخذ قيمة هذه المساكن الثلاثة ثم تقسيمها على ثمانية والزوجات الأربعة يأخذن واحد من ثمانية ثم باقي يقسم لذكر مثل هذه الأنثيين، ثم يجمع نصيب مثلا يجمع نصيب كل أيسي زوجة وأولادها، وننظر إذا كان هذا المبلغ يصل إلى قيمة المنزل أو أكثر من قيمة أيسي المنزل. يا ولم سوكتي سوكرا سوكمام تنير مان كالم بحبابا ناسي لكيدا ملي بسا زكا زقسا ناسي لميكم دي كيدا بسا كم دي بليني نكم بولي ناسي تفاريك البا كيلين داتن زي مهتابا يتيم بابا هيا ناسا بابا نيا كامبا وبريك زكا يمري تبام لاتن سوكنجي بام نيبا السيغ داني ديني هن ساقل توتوابي ni la tun yeti asida bam nyeba ka serni ka ton seri ni dine han sal to toy ti yenni se inki de pas serda atawa yele yi beta balarin ma nyamna mi kame ti zarsa a valer la kay mbri zak nga tun ye minyo pisi yo minyo kwabra yo minyo pinase den hanan to motone na mi kam tun yala nan sin bi yibu sawa yam na mikam te far ha ngumda agum nam ti kide ba ha parabo tone aba ha kam motone kum di bloto kum puloto fara ka sokru ndat na ngese bika ngama ya anna bika ngama ya ande ti la tu ngin ngatondo ti biri bil fata ra puyi toti ya nyinso bi pul fata ra puyi toti ya nyinso no wara pa ban na sa men taru puyi le nandi kum puta tle bonel fa giluso hana lebligese yamna mi kam tiki da pakhba e op kama soin kaje metabe ni no tontel kum di bile tabo bi pouleye ni no tontel bi pouleye le bible yemre ni no tontel kum di bile yibo ni no tontel kum bi poule kum poule yibo den wonam to sonra ka yemre len to ne tirka sierda ma ham mi sierda ya bugo ma ham birki da sierda ha ni sierda obnandi kaboy zaxa valerie mriem
Yon minyon kabra, yon minyon pi nase, yon minyon pi sobe, yon minyon pi si. Tobele ka fan yile na taba. Leni ma hatu nukale gom za hagwami. Gom na mti kide ambasa arzeka avalera ya woto. Tobele ala dek al, nye ma ham pojinse ni. Nya ka yem nan kon kide parba nasa. Tupwe taba ti zemen taba. Nche la ma ham nan dek amin pwe. Ti bilibri fan lik zute yibo. Bipur fan lik zuga yemle. Kwaya kwaya akum dibli wahan ya... a niwa oblebo de jout pile yobe ti kompoule nasa ke ti anate pisi tin kille to bi kompoji pisi nyaki vive ko bi poule fa e bilibil fa bi poule fa yemre masa ha mix ba mi yelam to mbaton ko za sanda tan nge nindin ligri ma han tama ha nyam le bodin ge sa parfa han pama ni pour on pouire yo wan la pamia nyine ka mama ha ya ndiko ba arzeka na taba ha mi tu arzeka tata zaka tan mi ti am arzeka tata zaka Hamidu arzeka e katazaka we tonton ko yam zakanga ti amanda tam la woto le ampahada halimiti arzeka yida zakan we da yam nan di zakka le re woto le bon le passe den ya woto la tumna don tumi da mara ni man kalma tum je mitaba ti parfois ne akamri zakka wakar kan ne mi kam tum werda nan jin bene werda mitikri zarza valer ka yemre parfois comme son ya totob na taban ci ne jemitaba si da yimurzu rin nyawo le ko lawto ne wallahu aalam yel kabe ya woto ne postar ka sama bar kusku tevinam ketam pa hadami yiwa so sopo ala nankin toni so kurhum pa hadi te sokan soba awil gamti roman kalam la basafari kadba ya para pas nema la abipula لا بس ما بيروغي ناغي كيدا با انما فهني توبوكو يمي ناغي كيدا با انما لا ارزك لا بس يفادو تبسوكرو نامبانجي فاريك دبا ندفان يلي انتين بام توتو وينام ساكر بوري نواصل بسؤال تالي سائلو يسأل توفي رجل عن زوجة وأم وبنت وأخ شقيق وأخت شقيقة وترك مبلغا ومصالح فكيف يتم تقسيم هذه التركة قل الحمد لله رب العالمين باعتبار بأن المتوفى ترك بنتا فالزوجة ترث الثمن ثمن بمعنى واحد من ثمانية وكذلك من أجل البنت فالأم ترث السدس السدس بمعنى واحد من ستة no. أما البنت نفسها فهي ترث النصف أي نصف المال وسيبقى شيئا هذا يكون بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة لذكر مثل هذه الأنثيين فهنا نقول بأن المال يقسم على 24 على 24 فترس الزوجة ثمن 24 وهو 3 وترس الأم سرس 24 وهو 4 والبنت ترس نصف 24 وهو 12 ورثت البنت 12 والأم 4 بمعنى 16 والزوجة ورثت 3 بمعنى 19 سيبقى خمسة أشهر هذه الخمسة الأشهر الخمسة يعاد تقسيمها على ثلاثة فيأخذ الأخ الشقيق سهمين والأخت الشقيقة سهما واحدا لن يوانا مسوكا توين جمتي كيدا هنكوا أباس أبارا لا أباس أما لا أباس بيبولا لا بها مبيلوري نيما بي بوكا يمني لا با ارزاكا تيامي تبحان نام بوي ارزاكا بامبارا ما يوان وانا لا تنوني يا كيد اپارا نانديكا ارزاكا ني بوم بوي ري بولا نانديك ني بوم بوي ري وا بالا كيد باسا بوين اباس بيلي ميا بي بوغلا كيد ما وامي انانديكا abi bilibla han kay mbassa arje ka yo pour on puire bola mo han ndik yo pour on puire wa ki de basse bi ya bi pour
ren ma bi pugle menga ni men likda ba o hanke ba arjak ni ho pusuka ti bu mun nan kele be maha no nan libra me bi lora nem be bi poka ti ma bi lora lik joute yibu ma bi poka lik joue yem ton profit de ka mun ni tu na o so net ha man kalm ti ep kum poli la basien antar me bi se kien da fada wakat ninga len woni ga maha ti arja ka tundik da min pusi pisi la nase no ton a bu arja ka zin pisi la nase ki da parandi ke ni pour on pira ayemra ya ni ni table pisi la nase pour zuta table la nandike ki da ma wandi ke yo pour on pira ayemra ya yo yo bi zin na la pisi la nase ni min andike zuta nase ti ki da bi pour l'indike pour souka pisi la nase pour souka ya pile yi tona nan ye ki da bi pula alika pile yi bu tikira malik na se pile yobe tikira parli tampie pile wa din juto nu nan kelle le bra mabiro ran mabipo ka ti mabiro ran malik de juto yi mabipo ka lik de juwe din andi ka juto nu wanke lan le bra mwet na ta ba poesi se tabo nyak juto yi bon ko mabiro ran mabipo ka juwe yemre din yo lu ko loto ni wallahu alam yal kabe hunna riya ir pos dar kar sama barkusu lan nankin tore ne sokor hum pahde tisakan ga soba wiliga me alqur'ana po ayaram bibe wenna wiligi tenem minede yem kam fa gili hiye e ki drogar bayi po en atara yo pui yo po en pira yemre ti hami kam tikida abasabiga la ne da rate ayara ma ya handa tan wiligi ti baba woni ma wa obna da taba yo pom pira yo andikam pita bi wa parla mina na tab ni pom pira yemra bi biya baba fangili tara baba watara yo pom pira yete ma mele tar yo pom pira yemra ran sokran lawtone e nuwasilu bi suali atali asailu yasal e mal maksudu bi qawlihi ta'ala wali abawayhi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad alhamdulillah rabbil alamin بأن تفسير هذه الآية قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد على أن الإنسان حينما يتوفى ويترك فرعا وارثا ابنا بنتا ابن الابن أو بنت الابن ويترك مثلا أموالا فهذه الأموال تقسم على ست فيأخذ الأب واحد من ستة وكذلك أيضا الأم أيضا واحد من ستة بمعنى لو ترك مثلا 300 من 300 ألف يقسم هذا أو مثلا أو 6 مليون يقسم هذا المبلغ على ستة بمعنى لو كان 300 من فنجد بأن هذا يقسم على ستة يساوي 50 من بمعنى أن الأب يأخذ 50 مليون والأم أيضا تأخذ 50 مليون لو كان 6 مليون أيضا يقسم على 6 فيأخذ الأب مليون واحد وكذلك أيضا الأم أيضا تأخذ أي شيء مليون واحد بمعنى لكل واحد منهم السدس أي الأب يأخذ سدس جميع المال وكذلك أيضا الأم أيضا تنفرد بسدس جميع أي شيء المال لنكو يقول رسول الله سوكا when he net han kemba kamba la basmala ma likra yo pour yemra yalla ma wan likra yo pour on pour yemri de bo me yo pour on pour yebi de puta arje que jin sa yo banya ka yon ko ba woni ma to puta bo pa ba me ya to to la tonne de ko won nam tulma net han kem tar kamba far on wa li si bilibla bi pugla bilibla bilibla bi pugla la basa banema obrandika arje kam pujin se yowe nkibe nyak zuga yemre komba wa le zuga yem komba wa wa hamba tous pi so hanam pujin se yowe tous pi pi mbebe len bo dik de tous pi ga te mo dik tous pi ga hali ba ho million yowe ya million million bebe ne ba wa dik de million te mo mi dik de moy million den ayo mana woto ne wallahu alam yel kabe
ya woto ne fahma suma anti ne fa gili pamna puira yihi yo poaka wi ba fana ta bini wa pa ba smina ta ba ni pour un puira yemre yo lam puita ba ti zemsta ba ter pour kar sama baraka sheikh abdul malik ahmad kananzu tiya ba mon compte de vienne mi yiti wa yam so so poa so so ke tamila wa kata sami la yam san li ratin so ke tim pam ton ko ni miro kanga zugum ya 70 26 42 79 imi ya piso pwe pisi la ayobe pisnase la ayibo mbahne piso pwe la awe mati lemi ya whatsapp zugu nimero la tintolbe ya 71 15 68 45 imi ya piso pwe la ye pila anu piso la ni mbahne pisnase la anu Et pour le Mabi Abdurrahman Bandi, Zin Massin de Moyen Arde, Sans Kanga Point, Mikro Atori, Erkar Samashi, Abdul Malik Ahmad Kanazi, Bamalé, Khalsos Raya Mabi Gassana, Ahmad Handikan Tasba, Wendagurun Taswa Katatu, Wassalallahu ala Muhammadin wa ala Alihi wa Sahbi wa Salim, Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tilia Sunu Kasanga, Timwen.